أسعدتم صباحا مشاهدينا أينما كنتم، أهلا بكم إلى عدد اليوم من برنامج موضوع اليوم، نخصصه لهيكلة الفضاء الأطلسي بين الشراكة الأمريكية للتعاون الأطلسي والمبادرات المغربية لفائدة إفريقيا الأطلسية ومنطقة الساحل، حيث عقد كبار ممثلي الدول الأعضاء في مبادرة الشراكة من أجل التعاون الأطلسي التي أطلقتها الولايات المتحدة رفقة أزيد من 30 بلدا شهر شتنبر الماضي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أطلقت قبل أيام اجتماعا افتراضيا تم الاتفاق خلاله على تعزيز التعاون البحري بقيادة المغرب وإسبانيا وأنغولا وبناء القدرات العملية والتبادل بقيادة كل من البرتغال والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى حسب ما أفادت به الخارجية الأمريكية في بلاغ لها. وأوضح البلاغ أن الدول الأعضاء في الشراكة قررت أيضا عقد مجموعة من ورشات العمل خلال العام الجاري حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وقررت أيضا دعم تطوير الخطط المكانية البحرية كأداة حاسمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الساحلية الأطلسية. متابعة لهذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف الدكتور الشرقاوي الروداني الخبير في الدراسات الجيوستراتيجية، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، شكرا للدعوة. شكرا على تلبية الدعوة. أرحب أيضا بالدكتور سعيد الخمسي رئيس مؤسسة مغرب الجهات، أهلا بك. مرحبا لله إيمانه، مرحبا. والترحيب موصول بالدكتور محمد العمراني بوخبزة المحلل السياسي، أهلا بك دكتور. مرحبا إيمان، مرحبا بالأستاذ الشرقاوي والأستاذ خبزي. مرحبا بكم جميعا ضيوفي الكرام. أبدأ مع الدكتور الشرقاوي الروداني بالتفاعل حول هذا الاجتماع أو حول هذا اللقاء الافتراضي الذي ضم كبار ممثلي الدول الأعضاء في هذه المبادرة التي أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية رفقة 30 بلدا من بينها المغرب شهر شتنبر الماضي، أهمية هذه المبادرة وتعزيز الشراكة بين ضفتي الأطلسي. دعني أقول بأن اليوم نحن نتكلم أمام مرحلة جديدة تخص المجال الجيوسياسي للأطلسي، على اعتبار أن هذا المجال لم يكن ذات يوم ذا أهمية قصوى أو استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أو بالنسبة للدول الغربية. اليوم الصراعات الجيوسياسية التي يعرفها العالم، خاصة التحولات في البحر الأسود في البحر الأحمر، ما يقع يعني في صراع كبير ما بين القوى الكبرى، ثم كذلك صراع الولايات المتحدة الأمريكية مع الصين وروسيا، جعل الأطلس اليوم أن يكون في أهمية قصوى، على اعتبار بالعقائد الجيوسياسية التي أصبحت تسيطر عليه، العقيدة الشمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بشراكة مع الدول الأوروبية، ثم كعقيدة المحيط الهندي الهادئ الموسى الذي يشمل القارة الإفريقية. لكن المجال الجيوسياسي المرتبط بالدول الأفرو أطلسية لم يكن ذات يوم ذا اهتمام كبير بالنسبة لهذه الدول العظمى، على اعتبار أن هناك اصطفافات حادة على المستوى الشمال وعلى المستوى المحيط الهندي الهادئ الموسى الذي يشمل القارة الإفريقية. اليوم التحالف العبر الأطلسي الذي عبرت عنه الولايات المتحدة الأمريكية هو محطة مهمة جدا، ولكن أعتقد بأن اليوم المبادرة المغربية ومبادرة جلالة الملك في انخراط وفي دفع الدول الإفريقية في انخراط في المجال الجيوستراتيجي للمتوسط، يعني يجعل من هذه المنطقة الجيوسياسية منصة استثمارية جديدة ومنصة للتبادل على المستوى الإنساني، على المستوى الاقتصادي، على المستوى كذلك الجيواقتصادي، على اعتبار بأن اليوم هناك إرهاسات مرتبطة بالأمن البحري، مرتبطة بالممرات البحرية التجارية، وبالتالي اليوم الأطلسي يأخذ منحى استراتيجي جديد واصل من هذه المبادرة المغربية، على اعتبار أنها تأتي
سنربط دكتور بين المبادرتين، بين الشراكة من أجل التعاون الأطلسي وأيضا بين المبادرة المغربية. سأواصل من حيث انتهيتم أو عطفا على ما تفضلتم به مع الدكتور محمد العمراني بخبزة، هيكلة الفضاء الأطلسي وهذه المبادرة التي أطلقتها الولايات المتحدة شهر شتنبر، والمغرب أعلن عن مبادرته فيما يتصل بهذه المنطقة في خطاب المسيرة الخضراء، أعلن ذلك جلالة الملك محمد السادس في شهر نوفمبر من العام الذي ودعناه. كيف تقرؤون هذا التوجه نحو الأطلسي؟ ما هي القيمة المضافة لخلق شراكات بين الضفتين، وما هي العائدات المتوخاة والمكاسب التي ستجنيها كل الأقطار التي انخرطت في هذه المبادرة أو في هاتين المبادرتين؟ وربما أن الكل يعلم أن المبادرة المغربية هي ليست وليدة هذه السنة، المبادرة المغربية هي قديمة بالمقارنة مع المبادرة الأمريكية التي تعود لشهر شتنبر الماضي. فالمغرب بحكم بعد الرؤية في الحقيقة والحكمة الملكية أن الاهتمام بالأطلسي يعود إلى سنة 2009. كان هناك لقاءات في الرباط وإعلان الرباط، بل أكثر من ذلك ربما أن الاهتمام الأول كان سيكون على الأطلسي قبل المتوسطي، لأن كما هو معلوم أن المغرب منخرط وبشكل ديناميكي في المحيط الأطلسي في البحر الأبيض المتوسط. لذلك ففي البداية حتى عندما كنا نتحدث عن مشروع الميناء الكبير بالنسبة لطنجة كان مشروعا مبرمجا على الواجهة الأطلسية. لذلك صراحة أن يجب أن نجعل من هذه اللحظة التاريخية لحظة ذات أهمية، وأن نستقرئها بمعنى أن المغرب جعل من هذا الفضاء الأطلسي مستقبلا استراتيجيا بالنسبة إليه، ومن خلاله نحو باقي شركائه الأفارقة الذين لهم واجهة أطلسية. إذن فالاهتمام المغربي بالأطلسي هو اهتمام قبلي، وكذلك أن المغرب اشتغل على مأسسة هذا المشروع، لأن كما قلت أن المشروع الآن 15 سنة تقريبا والمغرب يشتغل على بشكل دؤوب من أجل مأسسته. بل أكثر من ذلك أن خلال مسار هذه المبادرة لاحظنا أنه كيف يستقرئ الظرفية التي تعيش فيها هذه المنطقة. لذلك الآن دخلنا في مشروع إضافي يمكن أن نسميه، وهو دول الساحل الأربعة التي ستنضاف إلى هذا المشروع. بالمقابل ربما أن هناك الآن دراسات وقراءات مهمة جدا للفرص المتاحة في الفضاءات الهامة أو التي تستقطب الاهتمام. فلاحظنا في اللحظة التي استقرأ فيها المغرب هذا الفضاء الأطلسي كانت هناك كذلك قراءة أمريكية لهذا الفضاء، وبالتالي نعتبر أن التقاء المبادرتين هو فيه إشارة إلى كون أن المغرب له القدرة على أن يستقرئ المستقبل بشكل جيد، كذلك أنه يستطيع أن يلتقي مع المبادرات التي تنحو نفس المنحة. إذن فطالما أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر الفضاء الأطلسي الآن فضاء ملائما من أجل التعاون والشراكة، وهو ينسجم مع التصور المغربي كذا كما قلت. إذن فبالتالي هنا لأن انتقلنا من 17 دولة كانت في المشروع المغربي إضافة إلى 4 دول، الآن نتحدث عن 39 دولة. إذن فكلما تقدمنا في هذا المشروع وكانت لدينا قراءات كذلك موضوعية، فهذا يعني أننا قد نستقطب قوى أخرى، وأن
هذا المشروع قد يكون في الحقيقة سأوصل. فضاءً للتنمية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. سأواصل معك دكتور سعيد الخمسي. كما جاء على لسان ضيفي الكريمين، حضور قوي للمقاربة الأطلسية في السياسة الخارجية للمملكة المغربية، ومنذ سنوات كل ما تمت مراكمته جرى ترصيده من خلال المبادرة التي أعلن عنها عاهل البلاد قبل أشهر، وهي تتقاطع مع هذه الشراكة من أجل الأطلسي كمبادرة أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية. موقع المغرب في هذه المبادرة وطبيعة المكاسب التي بإمكانه أن يجنيها على عدد من الأصعدة والمستويات، وعلما أن المملكة عندما أعلنت عن مبادرتها فهي لم تعلن عن هذه المبادرة، لم تقدم نفسها كدولة، وإنما تحدثت عن مجموع الأقطار، عن عدد من الأقطار الإفريقية لا يقل عددها عن 23 قطرا. نعم أخت إيمان، يعني تتمينا اللي جاوب به الأساتذة الكرام، أعتقد أن يعني قراءة هذا الذي يحدث في المنطقة يمكن أن يتناول من عدة زوايا، من الزاوية الحضارية، من الزاوية السياسية، من الزاوية الجغرافية، من الزاوية الاستراتيجية. يعني جوابا على سؤالكم، المغرب أولا يقع في ملتقى جغرافي بين الأطلسي والمتوسط، وبالتالي هو ينتمي إلى هويتين، إلى الهوية المتوسطية لتنعرف أنها أنتجت حضارة اليونان، أنتجت الحضارة الإسلامية في الأندلس، أنتجت حضارة لا 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 العربية الأمازيغية في المغرب، بمعنى أنه ينتمي إلى فضاء عرف تاريخيا بإنتاج الحضارات، وينتمي هويتيا إلى الأطلسي أيضا الذي عرف يعني على الأقل في القرن 19 والقرن 20 بتحول استراتيجي نحو الاهتمام بالمحيط الأطلسي، ويعني وهنا يستحضر ما يسمى بالباكس أمريكا أو الثابت الأمريكي في الثابت في السياسة الخارجية الأمريكية، هو أن المحيط الأطلسي هو محيط حيوي استراتيجي تتقاطع فيه أربع قارات، بالتالي يشكل أهمية قصوى ليس فقط من الناحية التجارية ولكن أيضا من الناحية الأمنية ومن الناحية المستقبلية. فيما يخص مبادرة المغرب، يعني لا يمكن قراءتها فقط يعني في اللحظة، على الأقل هذه 25 سنة المغرب يعني له تصور لإفريقيا، تصور متكامل، تصور ناضج، تصور بدأ بعلاقات ثنائية تطور إلى علاقات ثلاثية مركبة، يعني تطور إلى عودة المغرب إلى المنتظم الإفريقي من زاوية وبنظرة أخرى، والآن محطة أخرى من محطات الكبرى التي استشرف فيها المغرب مستقبل الإفريقيا. لما قلت الأخت إيمان المغرب لم يذهب وحيدا، الآن المغرب يقدم مبادرة ملكية للأطلسي، ونحن أمام قراءة لإفريقيا. إفريقيا على الأقل فيها 8 مجموعات اقتصادية، الناظر أو المتأمل لبنية إفريقيا على مستوى التكتلات الإقليمية، عندنا الاتحاد المغرب العربي، عندنا السوق المشتركة للشرق وجنوب إفريقيا، عندنا مجموعة شرق إفريقيا، عندنا الجماعة الاقتصادية لوسط إفريقيا، عندنا مجموعة غرب إفريقيا، عندنا الهيئة الحكومية للتنمية تدوم دول اللي فوق جنوب إفريقيا، عندنا الجماعة الإنمائية جنوب إفريقيا، عندنا تجمع دول الساحل والصحراء. يعني دون الدخول في تفاصيل هذه المنظمات، بمجرد نظرة بسيطة هذه المنظمات لها تشكيلة أفقية، كأن إفريقيا قسمت طبقات وهذه الطبقات معزولة. الناظر أو المتأمل لهذه المؤسسات الاقتصادية الفاعلة في إفريقيا سيخرج على الأقل باستنتاجين: أولا، هذه التنظيمات بما فيها اتحاد المغرب العربي هي إما غير مفعلة، إما ضعيفة، إما تنقصها الموارد، وهذا الذي كان يعني في البيان ديال المملكة المغربية لما أعلن على المشروع الأطلسي المغربي قبل ما نربطه بالولايات المتحدة فقط بالنظر إلى إفريقيا. يعني نظرة إفريقيا، المبادرة الملكية
يعني في اعتقادي أنها غيرت النظر إلى إفريقيا من بنيات أفقية منفصلة إلى بنية عمودية تخترق إفريقيا تنمويا، لأن المبادرة الأطلسية إلى شفناها يعني حلو بمنطقة ديال البسيط الرياضيات، فهي انتقلت من التقسيم الأفقي لإفريقيا إلى اختراق عمودي لكل إفريقيا، وهذا يعبر عليه حتى لما تتكلم على أنبوب الغاز فهو امتداد عمودي وليس امتداد أفقي. كل المبادرات التنموية الاقتصادية في إفريقيا كانت تشكل إما بخلفية سياسية إما بخلفيات تغيب عليها في العموم البعد التنموي. الآن المغرب لما تكلم على المبادرة الأطلسية أشار نواصل يعني طرح أولا غياب الاستقرار في بعض الدول، بمعنى أن هذه البنيات الاقتصادية التقليدية اللي كينا ويعترف بها الاتحاد الإفريقي يعني يغيب عليها الاستقرار في بعض الدول. تعاني من بنية تحتية متفاوتة جدا، ففي بعض المناطق تجد بنية تحتية مطارات موانئ كذا، وفي مناطق أخرى هناك ضعف شديد، بالتالي يصعب التكامل الاقتصادي والتنموي. هناك إشكالية كبيرة في إفريقيا هي الولوج إلى البحر والتحكم في المسار الوطني للتنمية، وبالتالي المغرب لما ركز على هذه القضية فهو كأنه وعاد يتزامن يعني يتزامن مع ترأس المغرب للهيئة الحقوقية الأممية، كأن المغرب يريد أن يؤسس لحق إفريقي جديد هو الحق في ولوج دول إفريقيا للبحر. هناك مشروع أنبوب الغاز، هناك تحول كبير في العقل الاستراتيجي الإفريقي الذي ظل لخمسين سنة رهين مخلفات الاستعمار. هناك واضح دكتور، واضح. سأعود إليك، يعني أنتم استعرضتم الخطوط العريضة لهذه المبادرة الملكية وتوقفتم عند خصائصها وعند ربما الركائز التي تجعل منها مبادرة غير مسبوقة، والهدف هو تنمية القارة الإفريقية بشكل عمودي كما قلتم. سأواصل مع الدكتور الشرقاوي أغوداني. مبادرة ملكية بهذا الشكل، وقبل أيام فقط جرى تقديمها خلال لقاء مشترك لسفارة المغرب في واشنطن والخارجية الأمريكية، عندما تم تقديمها أمام ممثلي 39 بلدا عضوا في المبادرة الأمريكية، منسقة الشراكة الأطلسية في الخارجية الأمريكية جيسيكا لابين شكرت المغرب على ما وصفته بدوره الريادي والتزامه بتعزيز المجال الأطلسي، واعتبرته بلدا محوريا وتعول عليه الولايات المتحدة الأمريكية في تنزيل ما جاءت به مبادرتها. كيف تنظرون إلى هذا التكامل والمقاربة التكاملية على مستوى المبادرات التي تخدم الأطلسي، عوض أن تكون مبادرات تنافس بعضها البعض، وعوض أن تكون مبادرات محكومة بهواجس أخرى غير الرغبة في تنمية كل الأقطار الأعضاء فيها وتحديدا الدول الإفريقية؟ دعني أقول بأن ردة فعل الولايات المتحدة الأمريكية من خلال اجتماع يعني سفير جلالة الملك بواشنطن مع دول أعضاء تحالف عبر الأطلسي أو المبادرة الأمريكية الأطلسي هو تعبير جيوسياسي لأهمية المبادرة المغربية الأفرو أطلسية، لأننا اليوم نحن نتكلم عن صراعات كبيرة في العالم، نتكلم عن صراع ما بين الشمال الكبير والجنوب الكبير. تأتي هذه المبادرة لترسم آفاق جديدة لفلسفة تشاركية بمعنى آخر، تجعل من القارة الإفريقية التي هي الآن قطب الروحة في التصورات الاستراتيجية للعقائد الجيوستراتيجية على المستوى الدولي. لا ننسى بأن القارة الإفريقية هي قارة تزخر بالمعادن النادرة، المعادن النفيسة، الطاقة. 65% من الأراضي الصالحة للزراعة على المستوى الدولي هي في القارة الإفريقية. هناك كذلك 8% من احتياطات الغاز على المستوى الدولي في القارة الإفريقية، يعني نسب كبيرة من البترول. ثم كذلك يعني هناك
منص يعني هناك فرصة كبيرة لخلق يعني قارة قادرة أن تتحمل هذه المسؤولية الكبيرة وأن تكون لها دور كبير في رسم يعني خارطة جيوستراتيجية جديدة في الأطلس. وبالتالي اليوم مبادرة المغرب هي تأتي في هذا السياق من أجل جعل القارة الإفريقية قارة موحدة، قارة يعني مندمجة، قارة قادرة أن تتفاعل مع التحولات ومع التطورات التي تعرفها المعادلات الجيواقتصادية. دون أن ننسى اليوم بأن هذه المبادرة في علاقتها بالمبادرة الأمريكية هي مبادرة تأتي كذلك لرسم فلسفة تنموية جديدة قادرة أن تجعل من القارة الإفريقية أن تحقق مسار تنموي جديد. لا ننسى بأن مثلا عندما جاءت المبادرة جلالة الملك في خطاب يعني المسيرة الخضراء، مباشرة في مراكش كان هناك المنتدى الإفريقي للاستثمار، وكان خطاب جلالة الملك موجه نحو خلق بنية تحتية للقارة الإفريقية ورسم خارطة طريق جديدة لرسم بنية تحتية قادرة أن تتحمل هذه التطورات وأن تواكب هذه التطورات على مستوى القارة الإفريقية. لأن لا ننسى بأن القارة الإفريقية ما بين 2026 و2030 تحتاج إلى 190 مليار دولار سنويا للاستثمار في الطاقة وكذلك لمواجهة التغيرات المناخية. دون أن ننسى اليوم بأن القارة الإفريقية كذلك هي قارة مهمة جدا في مجموعة من المعادلات، على المستوى الأمني، على المستوى السياسي، على المستوى كذلك المعادلات المرتبطة بالنظام الدولي القائم أو الذي هو في طور يعني التغير. وبالتالي اليوم المغرب يقدم فلسفة جديدة عندما نتكلم مثلا عند منطقة الساحل الإفريقي وجنوب الصحراء. النظارات الغربية تنظر إلى هذه المنطقة بنظارات أمنية عسكرية. اليوم المغرب يقدم حلول مندمجة. اليوم صحيح أن التنمية هي شرط أساسي للاستقرار، وبالتالي اليوم المغرب من خلال مبادرة يعني دول الساحل الإفريقي وجنوب الصحراء يريد إشراك هذه الدول فيما يسمى بالاقتصاد الأزرق. وهذا وعندما نرى كيف قرأ المغرب منذ مدة كيف أسس يعني مثلا لبرنامج تنموي جديد في الأقاليم الجنوبية عندما أعطى جلالة الملك سنة 2015 يعني هذه يعني انطلاقة هذه المشاريع المهيكلة في المناطق الجنوبية، ثم كذلك من خلال الميناء الأطلسي في الأقاليم الجنوبية. كل هذه كنا نقولها حتى على قناتكم المحترمة بأن اليوم نحن في إطار خلق حزام استراتيجي اقتصادي يتحرك في الزمان والمكان نحو دول غرب إفريقي ونحو دول الساحل الإفريقي وجنوب الصحراء. جميع المبادرات العسكرية، جميع المبادرات الأمنية فشلت في منطقة الساحل الإفريقي وجنوب الصحراء لأن لم ننظر للقارة الإفريقية بنظارات إفريقيا. المشاكل الحقيقية في القارة الإفريقية من إرهاب ومن صراع الإثنيات والصراع العقائد في منطقة الساحل في منطقة خليج غينيا كله مرتبط بالفقر بالهشاشة. واليوم المغرب يقدم هذا المشروع الأطلسي كمشروع من أجل خلق عملية إجماع كبيرة على المستوى الدولي ومبادرات دولية من أجل الاستثمار داخل القارة الإفريقية. وأعتقد بأن هذا المبادرة المغربية لخراط الدول الأفرو أطلسية في المجال الجيوستراتيجي للأطلسي سيكون بعد كذلك خلق يعني بنية استثمارية قوية ومنصات استثمارية في مجموعة من المناطق الجغرافية. ثم كذلك دون أن ننسى اليوم بأن المغرب بمعية إسبانيا وأنغولا يترأسان تخطيط لبلانيفيكاسيون استراتيجيك على المستوى الأطلسي. وبالتالي هنا تكمن النظرة الاستراتيجية لجلالة الملك في خلق الأطلسي كمجال جيوسياسي حيوي بالنسبة للقارة الإفريقية في علاقتها مع أمريكا اللاتينية، أمريكا الجنوبية، ثم أمريكا دول أمريكا الوسطى. سأواصل وسأذهب إلى ضيفي الدكتور محمد العمراني أبو خبزة وأتوقف معكم عند أهمية هذه المبادرات وهذه الشراكة من أجل الأطلسي والتعاون من أجل الأطلسي. بأي منطق هي تشكل دعما إضافيا مهما للمغرب بخصوص سيادته على كافة أقاليمه الجنوبية؟ هي تثبت التوجه الأممي الداعم للطرح المغربي بخصوص مقترح الحكم الذاتي، هذه الديناميكية العبر أطلسية ربما ستكون ولا ريب ستساهم في تسريع إنهاء مسلسل النزاع
الإقليمية المفتعل حول الصحراء المغربية. ربما سأقول كلمة بين قوسين، أنها تقال في الصالونات السياسية المبادرة المغربية الأطلسية تسمى باللغة الدارجة ضربة معلم بين قوسين. لماذا؟ لأن رصاصة الرحمة وآخر مسمار. نعم بالفعل، يعني في إطار النقاش صراحة بين الخبراء نعلم أن الأطراف الأخرى كانت لها محاولات صراحة لجعل المغرب أنه يحاصر بشكل كبير، إغلاق الحدود وإغلاق الأجواء وإغلاق الممرات البحرية إلى غير ذلك، هي محاولة من أجل محاصرة المغرب. المغرب هو في طريقة تفكيره ووعيه الاستراتيجي، وأكبر من ذلك المغرب تاريخه هو تاريخ منفتح، لا يمكن أن نحصر المغرب جغرافيا. لذلك فهذه المبادرة هي لم تكن فقط في لحظتها، بل هي جاءت في الوقت المناسب جدا، لأن المغرب يقوم الآن ببناء استراتيجية متكاملة حول مستقبله كقوة صاعدة، وله الحق في ذلك، لأن المغرب ليس كباقي الدول الأخرى، يعني لكي تكون دولة من بين الكبار تحتاج إلى مجموعة من العناصر. المغرب يتوفر على كل هذه العناصر لكي يكون بين الكبار. لذلك فمن هذا المنطلق أن لا أعتبر فقط أن هذه المبادرة وهذا التوجه الأطلسي هو سيساهم في حل هذا النزاع المفتعل، بل أنه سيسرع بشكل كبير جدا، لأن الأقاليم الجنوبية للمملكة على مستوى النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية وعلى مستوى المشاريع الكبرى التي هي الآن في طور الإنجاز في الأقاليم الجنوبية، وخاصة نتحدث عن الميناء الأطلسي الداخلة، سيجعل هذه المنطقة هي القلب النابض لمستقبل إفريقيا. نقولها بكل وضوح. لماذا؟ لأن المغرب وضع كل إمكاناته من حيث البنية التحتية التي حققها في السنوات الأخيرة، أنه وضعها رهن إشارة أشقائه الأفارقة وضمن هذا المشروع الكبير. لذلك فهذه الأقاليم الجنوبية هي جزء لا يتجزأ من هذا المشروع الكبير الأطلسي، ومن هذا المنطلق نعتبر أن سيكون من باب العبث الحديث عن انفصال الأقاليم الجنوبية عن المملكة المغربية في الوقت الذي المغرب هو مندمج كدولة متكاملة بوحدتها الترابية في مشروع أشمل وأوسع، المحافظة على الممر التجاري مع موريتانيا عبر القرقرات الآن أخذ بعدا كبيرا جدا، وأخذ حجما جعل حتى الشقيقة موريتانيا الآن تستفيد بشكل كبير من هذا الممر التجاري المهم، بحيث أن نحن مثلا على مستوى مدينة طنجة نشاهد يوميا عدد الشاحنات الكبيرة المحملة بالسلع التي تمر نحو الجنوب ومن الجنوب نحو باقي الدول الإفريقية، نلحظ ذلك الحجم الذي أو الأعداد الكبيرة التي تضاعفت مع انسيابية هذا الممر ممر القرقرات. إذن فجعل المناطق الجنوبية للمملكة المغربية في صلب هذا المشروع من دون شك أنه ستكون له تبعات آنية، لا أقول أنها ستكون للسنوات المقبلة ولكن أعتبرها آنية. لذلك أن ما لاحظناه من سرعة كبيرة جدا في تغيير الكثير من الدول الكبرى لموقفها من قضية الصحراء، صحيح، هو دائما الآن هو مرتبط بهذه الدينامية. دكتور بوخبزة، عموما هذه المقاربة عبرتم عنها غير ما مرة في مداخلاتكم على امتداد ربما الأسابيع أو دعنا نقول الأشهر الأخيرة، تعتبرون بأنها مسألة ربما أشهر فقط وليس سنوات. في نفس النقطة أشرك ضيفي الأستاذ سعيد خمسي،
تفاعلا مع هذا الفصل الجديد إن صح أن نسميه من الانتصار الدولي للسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية وإنهاء كل الطموحات، طموحات ربما النظام الجار في الاستحواذ وفي أن يوجد له منفذا على الأطلسية. المغرب هو لا يعترض في أن تستفيد كل الأقطار الإفريقية حتى الغير مطلة على الأطلسي من خيرات هذا التوجه ومن عائدات هذه الشراكة العابرة للقارات، أزيد من 30 دولة من 4 قارات مطلة على الأطلسي اليوم هي تشارك في هذه المبادرات. كيف تتفاعلون مع هذه النقطة؟ يعني أشرت لها الأخت إيمان قبل مني، هو أن المغرب عندما يتحدث أنا ديما تنقل يعني أشار لها إن شاء الله أعتقد سير روداني، المغرب يعني دائما المغرب دائما كان ينتمي لما يسمى بالتاريخ الكبير. التاريخ الكبير هو عندما نذكر الويندال تلقاو المغرب، عندما نذكر البيزنطيين تلقاو المغرب، عندما الرومان نجد المغرب، بمعنى أن المغرب ينتمي، ما معنى المغرب ينتمي إلى التاريخ الكبير؟ يعني هذا كلام ليس لشحد الهمم فقط وليس فقط لنقول أننا كذا وكذا، المغرب ينتمي إلى التاريخ الكبير تعني سياسيا أن المغرب دائما يكون حاضر في المنعطفات الكبرى للحضارة الإنسانية. والمغرب إذا تأملنا يعني الحديث عن الأطلسي لا يتحدث من زاوية ضيقة، فهو يشير يعني في يعني كل الرسميين عندما يتحدثون عن البنية التحتية وكذا، ولكن في عمق الحديث هناك اشتغال المغرب أو على الأقل مشاركة المغرب في النقاش العام حول هوية أطلسية كبرى. هذه الهوية الأطلسية المغرب عندما يتحدث لا يستثني أحدا. دعيني أنا أنت قلتها بلغة إعلامي، دعيني أقول أن المغرب ليست له عقدة ولوج الجزائر للأطلسي، ولكن الجزائر ستلج الأطلسي، وحتما أنا مأكد بأنها ستلج الأطلسي عبر السيادة المغربية، يعني بحال تشاد بحال مالي بحال الدول اللي ما عندهاش ولوج للأطلسي وستريج. أما الحديث أنا حتى النقاش حول الانفصال وكذا أعتقد بأنه تم تجاوزه، لأن حجتي ومرجعي في ذلك هو خطاب جلالة الملك في 2015 عندما قال أننا سندخل المنعطف الأخير. الناس اعتقدوا المنعطف الأخير يعني كل واحد كقراه، ولكن المنعطف الأخير هو هذا الذي نعيشه. هذه التحولات الجيوسياسية الجيواقتصادية الجيوأمنية والجيوثقافية، هناك تحول ثقافي هوياتي كبير في إفريقيا، هناك تحول في الفهم لدى المواطن البسيط يعني في دول إفريقيا على أن بعض المعارك التي ورثناها عن الحرب الباردة وعن بعض النزوات الصغرى لبعض الذين يعني حسبوا أنهم وحدهم الذين قاوموا الاستعمار الآن يعني ستحقق لهم شيئا من حقوق الآخرين. المغرب يعني عندما يفكر لا يفكر صغيرا، وإذا هذا والله لا مدح، ولا المغرب يفكر عميقا استراتيجيا. مصيرنا في إفريقيا ومع إفريقيا وبإفريقيا، والجزائر جزء من إفريقيا. لهذا عندما نعود إلى خطب جلالة الملك يعني وإحنا تنجلسوا في القهوة مع الناس البساط وتقول لك الناس يبقوا يقولوا أحيانا لماذا لا نرد على كذا ونعاملهم بكذا، لأن المغرب قلت ينتمي إلى التاريخ الكبير، وبالتالي لغة ملوكه وساسته لغة تأخذ بعين الاعتبار معطيات هذه الأشياء. فيما يخص علاقة المشروع الأطلسي الآن اللي فيه شقين، فيه شراكة من أجل التعاون الأطلسي اللي تلقتها الولايات المتحدة واللي قلت تدخل ضمن العقيدة السياسية اللي يسمى باكس أمريكا، وهناك مشروع مغربي يقول نحن إفريقيا، أنا لا أشتغل على الانتماء إلى الأطلسي بصفة المملكة المغربية لكن بصفة إفريقيا. واضح. يعني في هذه الأشواء أعتقد بأن الدائرة تضيق على دعاة الخيارات الأخرى، ضاقت أمنيا، ضاقت عسكريا، يعني ضاقت سياسيا واقتصاديا كذلك، أنها تضيق حضاريا الآن. يعني نغتنم كل هذه الفرص لنقول تعالوا إلى كلمة سواء قبل ما يمشي الحال.
قبل فوات الأوان سأعود مجددا إلى ضيفي الدكتور الشرقاوي أغوداني للحديث عن كل ما يلزم من أجل بروز هذه الهوية الأطلسية الجماعية التي تنشدها البلدان الأعضاء في المبادرة الأمريكية، ولا أيضا طبعا العرض الذي يقدمه المغرب من خلال مبادرته الإفريقية، وليس المبادرة المغربية، نقول المبادرة الإفريقية. اليوم وكمرحلة أولى، ونحن طبعا توقفنا عند التكامل بين المبادرتين وأنها تتجه رأسا نحو تحقيق نفس الأهداف، ما هي الأولويات التي يتعين الاشتغال عليها في مرحلة أولى؟ كيف يمكن ترتيب هذه الأولويات بداية؟ وما هي أبرز التحديات المطروحة لتحقيق الأهداف المصدرة؟ دعني أقول بأن مقاربة الولايات المتحدة الأمريكية هي نظرة برغماتية للأطلسي، وانخراط الدول الإفريقية في الأطلسي هي نظرة برغماتية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تعرف بأن هناك صراع كبير في شرق آسيا مع الصين، هناك تحولات في البحر الأسود في الحرب الروسية الأوكرانية، ثم كذلك ما يسمى بلوغلاسي بروتكتور التي الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية أصبحت اليوم في صراع كبير خاصة بما يقع في روسيا، وبالتالي هي تحتاج إلى هذه المبادرة المغربية من أجل يعني خلق نوع من التوازن الاستراتيجي، وبالتالي هناك إدراك استراتيجي من الولايات المتحدة الأمريكية لأهمية المملكة المغربية في علاقات جنوب جنوب وفي علاقات شمال جنوب، وبالتالي اليوم المغرب من خلال هذه المبادرة الأفرو أطلسية يعني يعطي نموذجا لتكامل عقائد جيوسياسية مهمة ما بين عقيدة الشمال الأطلسي وعقيدة المحيط الهندي الهادئ الموسع الذي يشمل القارة الإفريقية. ولكن هناك أولويات. دعني أقول شيء مهم جدا. اليوم القارة الإفريقية لها عدة مشاكل. المشاكل يجب أولا معالجة الفجوات المالية، ثم كذلك معالجة الديون المتراكمة على بعض الدول الإفريقية من الدول الغربية. هذا شيء مهم جدا حتى تخرج هذه الدول الإفريقية من براثن الصراعات فيما بينها، لأن اليوم الميزانيات العمومية أو الموازنة العمومية للدول الإفريقية أصبحت الآن مستهلكة وفي حالة صعبة خاصة مع الديون المتراكمة. ثم كذلك هناك نقطة مهمة جدا، عندما نتكلم عن سوق الطاقة والمعادن يجب إعادة تقييم هذه السوق فيما يخدم المصلحة الإفريقية، لأن اليوم نتكلم عن إفريقيا، إفريقيا فيها ثروات طبيعية، فيها معادن، فيها طاقة، ولكن السوق التي الشركات المتعددة الجنسيات التي تعمل داخل القارة الإفريقية يجب أن تكون هناك عقلنة هذا السوق بما يخدم مصالح القارة الإفريقية، ولا تكون القارة الإفريقية بيدق في اللعبة الكبرى للعبة الشطرنج داخل يعني المنظومة الدولية، وبالتالي هذا مهم جدا. ثم كذلك عندما نتكلم عن أعباء تغيرات المناخية، اليوم القارة الإفريقية بين الدول الإفريقية تعاني من التغيرات المناخية، تعاني كذلك من الجفاف، تعاني من مجموعة من الأمور المرتبطة بفلسفة الصناعات لدى الدول الكبرى، وبالتالي اليوم القارة الإفريقية تحتاج إلى دعم كبير، ولكن هذا الدعم يجب أن يكون عبر استثمارات كما قلنا. إفريقيا وهذه تقارير للأمم المتحدة لسنة 2022 أنها تحتاج إلى استثمارات حوالي 190 مليار دولار سنويا، يعني من أجل مواجهة التغيرات المناخية ومن أجل كذلك بلورة سياسة صناعية طاقية، وبالتالي اليوم كل هذا اليوم أصبح يطرح من أجل يعني إنجاح هذه المبادرة الأمريكية، لأن المغرب عندما جاء وقدم هذه المبادرة جاء من خلال منظور تنموي وانخراط الدول الإفريقية في جيوستراتيجية الأطلسي، وأعتقد بأن اليوم هذه العلاقة المغربية الأمريكية اليوم دعني أقول أستحضر يعني كلمة قالها جو بايدن في زيارته للمملكة المغربية سنة 2015 عندما كان نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ولقائه بجلالة الملك محمد السادس، قال بأن المغرب هو بوابة نحو القارة الإفريقية، يعني بوابة نحو القارة الإفريقية وتعبير جيوسياسي على أن المغرب
يعني فوق أقاليمه، له السيادة الكاملة على أقاليمه الجنوبية. اليوم عندما نتكلم عن مناورات الأسد الإفريقي هو تعبير جيوسياسي لأهمية صحيح. الأمن القومي للمملكة نعم. المغربية بالنسبة للأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي كل هذا مهم جدا في قراءة يعني كيف يمكن أن نبني مسارا تنمويا في إطار خلق عملية إدماج اندماج ما بين المسارين، المسار الأمريكي للأطلسي والمسار الإفريقي الأطلسي، أو المسار المبادرة المغربية للأطلس، لأن هذا مهم جدا من أجل يعني خلق عملية يعني ما يسمى بخطوط جيواقتصادية جديدة ما بين المغرب، ما بين الدول الأفرو أطلسية والدول أمريكا الجنوبية في نفس الفكرة. في المقابل، وبالتالي اليوم نحن نتكلم عن مشروع استراتيجي وإدراك استراتيجي لأهمية الأطلس في تنمية القارة الإفريقية. واضح. في نفس الفكرة أشرك ضيفي الدكتور محمد العمراني بوخبزة، كما قلت سابقا يتعلق الأمر بتكامل على مستوى المبادرات وليس التنافس، والولايات المتحدة الأمريكية تعول على المغرب وتعتبره دينامو القارة اتصالا بتحقيق أهداف هذه الشراكة أو هذا التعاون من أجل الأطلسي. هل تبدو لكم الصورة واضحة بخصوص لا أولويات الاشتغال ولا منهجية الاشتغال؟ هناك مجموعات عمل مكلفة بالعديد من الأمور منذ إطلاق هذه المبادرة، تم عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى، هناك كما قلت إعلان التعاون الأطلسي جرى اعتماده وخطة محددة بآفاق زمنية. لا، وربما أن هذه نوع من المبادرات هي لا تتم أو لا تخرج إلى العالم إلا بعدما أن تكون قد قطعت أشواط متقدمة على مستوى الإعداد والتهيئ ونضج الفكرة وتحقيق كل شروط النجاح. إذن فالمرحلة الآن التي نتحدث خلالها هي مرحلة تتويج لعمل سابق يمكن أن نعتبرها بالأعمال التحضيرية لهذا المشروع الكبير. لذلك فتوافق أو ربما وجود طرفين أساسيين، الولايات المتحدة الأمريكية من جانب والمغرب من جانب آخر، له أكثر من دلالة. وأن ينعقد الاجتماع في مقر سفارة المغرب في الولايات المتحدة الأمريكية كذلك له أكثر من دلالة. المغرب كل الآن لا يشكك في ريادته الإفريقية، يحظى بثقة شركائه في إفريقيا. الآن كل المبادرات التي يتقدم بها المغرب الآن واضح أنها هي من أجل خدمة إفريقيا. فالمغرب ليس أنانياً، ظهر جلياً أن المغرب ليس أنانياً في كل المبادرات التي يتخذها، يشرك فيها باقي الدول الإفريقية، وبالتالي أن الحظوة التي للمغرب لدى شركائه الأفارقة تجعل منه مخاطبا ذو ثقة كبيرة لدى الأطراف من الجهة الأخرى، أي من جهة القارة الأمريكية. فكذلك أن تكون هناك مبادرة كذلك بالولايات المتحدة الأمريكية ومركزها وموقعها وإمكاناتها وعلاقاتها وتخطيطاتها، كذلك أنها تؤكد لنا أن التلاقي مع المشروع المغربي والمبادرة المغربية هي في مصلحة الطرفين. دعني أقول أن حتى في قبل الإعلان عن هذه المبادرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، أن المغرب خاطب القارة الأمريكية، أنه خاطب الطرف الآخر من الأطلسي. فالمبادرة الإفريقية الأطلسية للمغرب فهي كانت أدخلت أو أدرجت ضمن اهتماماتها الجهة الأخرى، لأن بالفعل أن دائما كنا ننظر إلى المحيط الأطلسي بأنه بحر الظلمات كان يسميه العرب فيما قبل بحكم عدم القدرة على اختراقه. الآن أصبح عملية الوصول أو التواصل ما بين الضفتين الأمريكية والإفريقية أنها أصبحت متاحة ومسكنة بالتحولات التكنولوجية التي الآن أصبحت متوفرة. إذن فيمكن أن نقول أن كل شروط النجاح
حقيقة أنها موجودة. كذلك أن ربما العقلية المغربية التي يتم الاشتغال بها هي الآن هي عقلية فريدة من نوعها، فهي لا تجد أي إشكال في أن تنخرط في مبادرة ترى فيها أن فيها صلاح وفيها مصلحة لإفريقيا، فهي لا تنافس أحدا على المبادرات الإيجابية، هي تتقدم بمبادرات تعتبرها إيجابية، فمن أراد الانخراط فيها فمرحبا، فإذا كانت هناك مبادرة أخرى إيجابية فالمغرب لا يجد أي إشكال في أن ينخرط فيها، حتى ولو كان الأمر يأتي من شركاء ربما لا زال الغموض في طبيعة العلاقة قائم مع الجزائر، فلاحظنا كيف هذا من يقاطع الأنشطة في الجزائر رغم أن الجزائر تقاطع الأنشطة التي تقام في المغرب. لماذا؟ لأن هناك عقلية، لأن هناك ذهنية خاصة بالمغرب، المغرب يبحث عن المصالح، لأن هذا هو مستقبل عمل الدول، المواطن في المرتبة الأولى لتحقيق مصالح المواطن المغربي، يجب أن ننخرط في كل مبادرات تخدم مصلحة البلد وعلى مصلحة المواطن. إذن فلذلك فربما أن هذه العقلية وهذه الذهنية التي أصبحت مميزة للفعل وللعمل وللسياسيين المغاربة ربما هي التي من أسباب ومن متطلبات نجاح النوع من المبادرات كذلك. مداخلة أخيرة طبعا للأستاذ سعيد الخمسي، دائما فيما يتصل بالأهداف التي وضعت لهذه المبادرة أو للمبادرتين معا اللتان تتقاطعان وتتكاملان، والهدف كما سبق وقلنا هو بروز هوية أطلسية جماعية مثمرة تثمر تنمويا، كم سيلزمنا من الوقت حتى فعلا نبدأ في جني الثمار وحتى ننظر إلى الأطلسي فنراه يعني فضاء للتنمية، فضاء للخيرات تتقاسمها كل الدول التي انخرطت في هذا المشروع وآمنت به وراهنت عليه؟ أعتقد أخت إيمان أن يعني الحديث عن النتائج هي الآن يعني بدأت تجنى، لأن هناك يعني أنواع من النتائج، هناك النتائج ذات البعد يعني البعيد، يعني في بداية المداخلة الأولى تحدثت عن مقارنة بين الفضاء المتوسطي والفضاء الأطلسي، وقلت أن الفضاء المتوسطي أنتج حضارات كبرى، الحضارة اليونانية، الحضارة الإسلامية، الحضارة الإيبيرية، يعني الحضارة الغربية نبتت هناك. المحيط الأطلسي يعني ربما أنتج الاقتصاد والتنمية والتجارة، ولكن إلى الآن ليست هناك هوية حضارية. لهذا المغرب عندما يتحدث عن الهوية الأطلسية فكان ممكن يتكلم عن المحيط، عن الفضاء الأطلسي، عندما يتحدث عن الهوية يتحدث عن أبعاد أكبر من كونها أبعاد اقتصادية وأمنية وعسكرية وسياسية، يتحدث عن أبعاد حضارية، بمعنى أن المحيط الأطلسي هذا الذي قلت أن تتقاطع فيه أربع قارات، يعني تتقاطع فيه الكرة الأرضية تقريبا يعني أربعة أخماس كرة أرضية تتقاطع في المحيط الأطلسي، المعيق أو المعيق في اعتقادي كان هو ما يعني ما عانت منه إفريقيا من تبعات الاستعمار، تكلم سرداني عن الديون، عن التخلف، عن كذا عن كذا، عن النزاعات الضيقة. الآن المغرب اشتغل بشكل يعني عنقودي، اشتغل في المجال الروحي، اشتغل في المجال الثقافي، اشتغل في المجال الاقتصادي، اشتغل في المجال المالي، اشتغل في البنية التحتية، يعني حتى لا نركز النقاش يعني مثلا عن البنية التحتية والموانئ وكذا. المغرب يعني فتح منذ على الأقل 25 سنة ورشا متعددة الأبعاد في إفريقيا في كل المجالات، في المجال الروحي الثقافي، بمعنى هو نوع من المقاربة التشاركية لتأهيل إفريقيا ليس فقط على المستوى الأمني والاقتصادي والبنية التحتية، ولكن تأهيل إفريقيا على المستويات الأخرى الأساسية في اعتقادي اللي هي الثقافة والهوية والحضارة. هذه إفريقيا التي نتحدث عنها هي الأغنى عالميا من حيث الألوان، من حيث الأذواق، من حيث الفنون، ولكنها كانت
أكثر عرضة للحجرة إن صح هذا التعبير على مستوى الإعلام الدولي والتصوير الإفريقي، هو ذاك العاري الحافي الذي يعني يأكل اللحمانية. الآن المعركة التي يخوضها المغرب ومعها طبعا يعني العديد من عقلاء إفريقيا هو أن توضح الصورة للعالم وأن إفريقيا شريك وليست يعني تابعا أو ليست منجما فيه المعادن وكذا وكذا. بالتالي إفريقيا لها ما تقدمه لهذا الفضاء اللي تنعبر عليه غالبا في علم السياسة بالسلم الاجتماعي العالمي. الآن عندما تنظر إلى ما قدمه المغرب يعني بشكل سريع جملة أدركنا يعني قدم عملا أفقيا وعموديا يعني على المستوى المالي الاقتصادي البنية التحتية لإفريقيا، هذه الأوراق هي التي الآن المغرب يستجمعها مع دول إفريقيا ويقدمها لشركائه على رأسهم الولايات المتحدة على أن نخلق فضاء يعني للسلم الاجتماعي للتجارة العالمية ولكن للحياة وللإنسان، وأن ننتج هوية. عندما نتحدث عن البحر المتوسط نحن نتحدث عن هوية حضارية تبلي فيها الأندلس، تبلي فيها اليونان، تبلي فيها مراكش، تبلي فيها فاس. في الجهة الأخرى يعني والزمن السياسي أعتقد أننا في 10 سنوات سيكون الوجه الآخر لإفريقيا قد برز. شكرا جزيلا لك، أجبتم على السؤال المتصل في غضون كم من سنة ستبدو لنا جلية هذه الواجهة الأطلسية التي تراهن عليها المملكة وتراهن عليها إفريقيا والضفة أيضا الأخرى من الأطلسي. شكرا للدكتور سعيد خمسي، أشكر الدكتور الشرقاوي غوداني، وشكري موصول للدكتور محمد العمراني بخبزة. أشكر لكم أيضا مشاهدينا طيب المتابعة والوفاء لميديا أن تي في. سنلتقي في مواعيد إخبارية لاحقة، الأخبار متواصلة على قناتكم، تفضلوا بالبقاء معنا. إلى اللقاء.